فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل أو سائلة تسأل تقول: ما حكم سباحة النساء مع بعضهم في مسبح مغلق خاص بالنساء، علما بأن النساء يلبسن لباسا محتشما؟ ما فائدة المرأة من السباحة؟ عجيب. الرياضة. والله أنا لا أفتي بهذا، لأن هذا يفتح باب الشر، والنساء كما تعلمون ضعيفات في الدين والتفكير، وفتح الباب قد لا يمكن إغلاقه فيما بعد.